كتير طيب هالتشيبس. خلص شو عملت يا وليد؟ شو يا تيتا شو عملت؟ أكلت تشيبس؟ شو عملت بيديك؟ شو عملت؟ مسحت إيدي تتصير نظيفة. لا يا وليد، لازم تمسحها بالمحرمة إذا شيء. شو يا تيتا؟ مسحتها بتيابي وخلص، مش الحال. جيبك مش لتمسح إيديك فيهم. إذا بدك تنظف إيديك لازم تغسلهم على المغسلة بالصابون والمي وتنشفهم منيح. وعلى فكرة، نظفت شنطك المدرسية مثل ما طلبت منك الماما؟ طيب طيب يا تيتا، ماشي، رح روح غسل إيدي ونظف الشنطة. وليد، ليش تيتا شعرك هيك؟ كيف؟ شو بيه شعري؟ ليش هيك مكفشل ومش مرتب؟ هلا هيك دارج يا تيتا، خرمودة، أكيد على أيامكم ما كان دارج هالشي. بفهم إنه المودة هلأ غير عأيامنا، بس كمان كتير مهم إنه تسرح شعرك وتنشطه، مش بس كرمال شكله إنه يكون مرتب، كمان كرمال جلدة راسك ضل نظيفة ويضل شعرك بصحة منيحة. طيب تيتا، رح صير صرح شعري وبرجع بعمل شكله على الموضة. وليد، هالليحة منك. ليه شو؟ ليحة كريهة كتير، ليحة عرق بعتقد. ما؟ أنا مش شامم شي. أكيد ما فيك تشم ريحة حالك. معقول؟ أنا مش شامم شي، ما بعرف. شو في يا وليد؟ شو؟ ليش سارة كان طالع صوتها وعم تركض؟ عم تقول إنه ريحتي كريهة. وليد؟ شو يا تيتا؟ شو عملت اليوم؟ شو عملت؟ رحت لعبت فوتبول أنا ورفقاتي، وبس خلصت معهم رحت لعند رفيقي سامر، لعبت معه وعنده بالبيت كمان. ريحتك هيك من الصبح وما تحممت؟ ليش بدي أتحمم؟ هلا بتحمم المساء بالمنام. بس يا وليد، ما كان لازم تروح لعند رفيقك بدون ما تتحمم وتغير ثيابك. أكيد بيكون انزعج بس ما حب يقلك. لازم تفكر بنظافتك الشخصية من عدة نواحي. كرمال صحياً تكون منيح وما يصير عندك أمراض ومشاكل بالبشرة. وكمان كرمال غيرك ما ينزعج منك، لأن هالشي بدل على قلة احترام للناس. كيف يعني؟ يعني إذا رحت تزور رفيقك وكانت ريحتك كريهة رح تسبب إزعاج لإله ولأهله، وهالشي مش حلو أبداً. أنت بتقبل حدا يجي يزعجك ببيتك أو حتى خارج بيتك؟ طبعاً لا يا تيتا. كرمال هيك لازم تحافظ على نظافتك الشخصية حتى تكون بصحة جيدة وتضل ريحتك حلوة وتيابك نضاف وشكلك مرتب. وهالشي بيشمل كمان إنه تكون عم تفرش سنينك بانتظام كرمال ريحة تمك ونفسك تكون حلوة، وكرمال ما يصير عندك تسوس بسنانك. فهمت عليك يا تيتا، كرمال هيك انت دايما ريحتك حلوة واسنانك حلوين. ريحتي حلوة لأني بحافظ على نظافتي الشخصية. بس سناني حلوين يا تيتا لأني صرت كبيرة ولابسي وجبة سنين اصطناعية. بس لما كنت بعمرك كمان كانوا سناني دايماً نضاف وحلوين. طيب تيتا، أنا فايت أتحمم وفرش سناني وألبس ثياب نضاف. برافو يا وليد، هيك بدي إياه.